أبواب الحرم النبوي الشريف. القبة الخضراء الشريفة التي تظل تحتها قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه صاحبه أبو بكر الصديق وعمر الفاروق. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد عبده ورسوله. بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اختارك لجواره. جزاك الله عن المسلمين خير جزاء. صلى الله